السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ احلى بابا غنوج بتاعت المطاعم، وطريقتها سهلة جدا. هتجيبي بدنجانية وبصلاية، اشويهم على النار، تمام، حطيهم وقلبيهم يمين وشمال والنار واطية معاكي. بصوا انا هنا هوطي النار شوية، هشوي البدنجان والبصل كويس واقلبه من وقت للتاني لحد ما اتشوى معايا. هنا خلاص اتشوى وقشرته وكل حاجة سهلة اهي، مفيش اي مشكلة. هبدأ بقى ان انا اخلي البدنجان من القشر بتاعه، بجد بالطريقة دي حلوة قوي. البصل بيدي تسكيرة حلوة قوي للسلطة وبيخلي طعمها مميز عن اي سلطة بابا غنوج هتاكليها في اي مكان. هنا خلاص خلاص قشرنا الكمية كلها وظبطناها. هنا دي بقى الخلطة بتاعت ايه، حشوة السمك، يعني توم وفلفل وملح وشطة وكمون وعصرة ليمون، تمام، اللي هي الخلطة اللي بتبل بيها السمك هي اللي بحطها على البابا غنوج، ولا اكتر ولا اقل. زي ما انتوا شايفين عليهم معلقتين زيت كبار. خلاص كل حاجة سهلة، هنزل بمعلقة طحينة، معلقة حلوة كده، تمام، وبعد كده هديهم تقليبة بالشوكة، وبعد كده هنزل بيهم في الخلاط. انا عايزاهم بيوريه خالص، مش عايزة البذر بتاع البدنجان يبان ولا تبان اي حاجة مكلكعة معايا في السلطة، عايزاها بيوريه تقيلة كده حلوة. بصوا هنا ده القوام اللي انا عايزاه، ضربة بسيطة في الخلاط بتخليها قوامها حلو قوي. خلاص كده وتبقى السلطة بتاعتك جاهزة وعلى التقديم. بجد احلى سلطة، هتعجبكم جدا الطريقة دي، وممكن تحطيها في علبة في التلاجة وعلى وشها حبة زيت وتاخدي منها اي وقت، تقعد معاكي بالاسبوع في التلاجة طعمها ما بيتغيرش. طعمها حلو جدا، مفيدة طبعا وقيمتها الغذائية عالية، كلنا عارفين فوائد البدنجان، وبألف هنا. وطبعا ممكن تعمليها مع الاسماك او المشويات، بجد الطريقة دي حلوة جدا، طعمها تحفة. هستنى تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات. مع السلامة. We go, making really on, getting I see zone, flexing, I've been swerving, make it trendy. We